الشي سويعيده ها اللي ما بغيناش، ها اللي ما بغيناش اودي سويعيده، ها الغدر بدا، هذا هو الغدر بعينيه وبودنيه وبرجليه وبكرعيه. ها شي الغدر كي داير اخوتي، ها الغدر اللي ما بعده غدر هو هذا. غتعرفوا الكواليس، الكواليس اخوتي ديال الصلح وديال التنازل وديال الرجوع، الرجوع الى احضان بكريشه، الرجوع الى بيت بكريشه قريبا اخوتي العزاز. وغتعرفوا السي يونس، السي يونس اللي قال لك باغي ولادي، يا ولادي ولادي ونموت انا على ولادي، والسيد اش كيقول في ولادو؟ اه هذوك الولاد اللي ما شافهم 3 سنين، 3 سنين ما شافوا وليداتو، هذوك الوليدات اللي ما باغيش يخلص عليهم النفقه حتى كتجمع عليه، اجيو تسمعوا شنو كيقول على ولادو في الخاص. ما تيقوش دوك الفيديوهات ولادي ولادي وبغيت ولادي ونموت انا على ولادي. ديروا حساب السلامه في هذا الفيديو. السلام عليكم اخوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه، نتوما والناس العزاز عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي خوتي وخواتاتي اللايكات ديالكم ودبلوا التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. الله يكبر بكم اخوتي العزاز، والله يخليكم لينا تاج فوق الراس يا احلى متابعين. شوفوا غنعطيكم واحد النصيحه، اي موضوع غتتبعوه تبعوه بزيرو عاطفه. اي موضوع راكم شفتوا شنو وقع لينا، راه الله باقي ما خرجناش من واحد الازمه ديال السعاده وما دارت فينا. صافي اي موضوع غتتبعوه من القدام تبعوه بالضحك وبالنشاط، بحال متبعين شي مسلسل وغادي يسالي، بحال داكشي راه غتمثيل. الا بغيتو تبقاو سالمين في الصحه ديالكم وسالمين اخوتي من هاد المصائب وهاد المنكر، وما تاثرش بهاد المشاكل ديال القنوات. بحال البارح سويعيده دايره لايف وكتقول لهم اي لا تنازلت، واش غتفرجوا فيا ولا ما تفرجوش فيا؟ وما علاش متبعينك يا ودي الناموسه؟ علاش متبعينك؟ باش تاخذي حقك. اما لا تنازلتي راه غدير بك شكايه وغتمشي للغباق، فهمتي؟ بالاخص اذا كان الرجوع لبكريشه، حيت البارح انا سمعت اخوتي شي كواليس كيقول لك حقا راه غترجع لبكريشه، بكريشه ما بغاش يطلقها. هو فينا هو الطلاق يا ناموسه؟ فينا هو الطلاق اللي قلتي انا غنطلق بكريشه وديك المره انا طلقته طالق، انا غنطلقو شك ما طلقتي ما طلقك، عتبختينا الراس ديالنا والطنطون ديال راسنا. فين هو الطلاق اللي قلتي غنطلقو وانا غنشد استاذ واحد اخر وصافي؟ ايوا بكريشه قال لك ما غيطلقكش، بكريشه البارح قال لهم الا سعاد مطلقه لانه باغي يخدم بها، وتسناي تسناي الخروج ديالو، كنقسم لك فمي بالله وتسناي الخروج ديالو اش غادي يدير لك. يتشحمايا ودي السويعيده، درنا لك الشان ودرنا لك العز، وقفنا معاك وساندناك وتسبينا وتعايرنا مع القنوات وهاجمنا السريعه، ما خلينا ما درنا لك الاسره المشوهه على قبلك وعلى جرتك. شحال ديال الذنوب جمعنا وما ما جمعنا الذنوب الصراحه اخوتي، كنا كنهضروا في الواقع وداكشي اللي كيبارطاجيو. ولكن اخوتي باش يقول لي انا غترجع للزوج ديالها ولا طالقها ولا ولا بعلوها ولا اش كيجيها، انا راه انا راه الضحك على الدقون. كيفاش الرجوع؟ واش واحد عباد الله كتقولي شتو مع بنتي؟ هو مابقاش هو هو، راه مابقاش هو هو دابا. لا دابا ولا تقول لكم الا تنازلت غتفرجوا فيا ولا لا، ولا تنازلت واش غتبعوني ولا لا؟ غيتبعك بوبي، شي بوبي اللي غيتفرج فيك. شي تنازلتي ورجعتي لبكريشه غتمشي للحبس، شي الحبس غتمشي لي والله حتى غتمشي لي الا رجعتي لبكريشه، حيت راه ما يمكنش. وانا براسي من الناس اللي غيهضروا الا رجعتي لبكريشه، فهمتي؟ انا براسي غنقول الناس دار عريضه على هاد الاسره المشوهه. كيفاش انت عامين ولا مع 3 سنين انت كتبخينا راسنا؟ حق هو هو بنتي داروا فيا نداء، وكديري نداء للسلطات، نداء لاعلى سلطه في البلاد صاحب الجلاله الله يشافي لينا ملكنا الحبيب. راني شفتو البارح والله القسم الا بقيت كندعي مع ملي شفتو البارح كان اللقاء مع الرئيس ماكرو، وشحال ما شفت صاحب الجلاله ونشتو البارح والله القسم الا بقى حسيت بواحد الاحساس فشكال، وبقيت كندعي مع مالكنا الله يشافيه يا ربي والله يعافيه. بزاف ديال التعاليق كذلك شفتهم، الله يشافي مالكنا والله عزيز وغالي بزاف، راه واحد المحبه ما يمكنش. المغاربه كاملين كيحماقوا على مالكنا داخل الوطن وخارج ارض الوطن، الله يشافي لينا ويخلي لينا. درتي نداء اودي سعاد لصاحب الجلاله ودرتي نداء للسلطات وانا بغيت ناخذ حقي، وانا هادي وخدمتي معاك قيامه ديال الناس وديال القنوات، في الاخر السيده بغات ترجع ليه. يا زيدو واش توحشتي بكريشه؟ راه 11 سنتيم والله توحشتي بكريشه الله اعلم.
السيده خوتي مابقيتش غتزوجي وبغا تعيشي حياتك وانا غنمشي وانا هادي وانا ريت شحال هادي السلوكيه. واش شفت عيد في الكذوب؟ شفت عيد في السلوكيه؟ ما شفتش بحال الدوبرمان ديال سعاد راك فيها الكذوب. ما نكذبش، ما تابت على حتى شي راي، ما تابت عليه حتى شي راي، ما تابت عليه والله القسم. خليوها دابا هي ابار، خندوز لكم الخبيره ديال المخيسير. المخيسير اخوتي، المخسور وما ادراك ما المخسور. المخسور اللي 3 سنين هو غابر، قال لك فيه الاكتئاب 3 سنين والسيد غابر. واحد الشتيوه يا اخوتي كطيح، علاش انا كنشوف في الشرجم دابا راه كنهضر معكم وداير بالي مع الشتا كطيح. تبارك الله الخير، الخير هذا يا ربي تعطينا على قد نفع هاد الشتيوه. المهم كما قلت لكم، مخسور اخوتي لي 3 سنين هو غابر، 3 سنين والسيد ضارب بغبره. ايوا دابا عاد حيا لي الضمير. قال ولادو سمير عطاتو ولادو كما شفتو الخرجه ديالها، عطاتو الوليدات حبيا صله الرحيم. صافي خذ العيات مسكينه، قالت انا ما بقيتش مقاده في هذا الماضي، صافي حنا ولاد اليوم. واللي عجبني في سميره الصراحه ان اعترفات، قالت لك انا براسي غلطت، درت اغلاط ماشي ما درتهمش، يعني كتعترف راسها انها درت بعض الاخطاء. ومزيان الانسان اللي كيعترف بالغلط ديالو، من اعترف بذنبه فلا ذنب عليه. السيده كتعترف بالاغلاط ديالها، درت بعض الاغلاط، بغات تصلح دوك الاغلاط، بغات تعاود وليداتها باش يعيشوا مزيان. المخيسير اخوتي كيقول لهم في الخاص، كيقول لهم ولادي قباح ما نقدش عليهم. السيده راه ما قادش على المسؤوليه، راه ما بيه لا سميره لا باكور الهندي، وباغي دابا ينتقم من سميره وولادو ما قادش عليهم. راه قالوا راه في خارج القنوات معاه كيقولوا والخو خو، قال لك ولادو قباح واعرين قباح تما كيجيو الفئه. علاش وليداتك هذوك يلعبوا قدامك وينقزوا قدامك؟ ماشي هذيك الدنيا وما فيها. الناس كتموت على ولادها، كاين اللي كيتغرب على ولادو. شحال من واحد دابا مسكين سامح في المغرب وما عاد فين مغرب، وكيجي مره في العام على قبل وليداتو، كيقول لك باش نشوف وليداتي كيقراو باش نتهلا في وليداتي. انت كلشي متوفر عندك الحمد لله، ها الفيرما ها البصله ها النوادر ها حاده ها قدور ها الباكور الهندي ها التراكتورات، يعني الخير موجود. واحد ما باغيش يخلص النفقه لولادو وما باغيش يشوف ولادو. يلا هاي شحال من عام وكيقول لك ولادي وحشومه والناس كيعاتبوا سميره، خليه يدير صله الرحيم. لا علاش كتخليه مع بنادم؟ لا انا ولادي قباح. ايوا وليدات هما هادو، ولادك راه ما عندهمش 40 عام، ولادك راه ما عندهمش 50 عام ولا 60 عام، راه باقي الوليدات صغار، راه هما هادوك الوليدات المراهقه كيلعبوا. الوليدات دابا ولادك كيفهموا كيتفرجوا في فيديوهات، ولادك ملي غيشوفوك كل نهار كل نهار طالع تضرب في الام ديالهم وتحرض عليها في القنوات وتحرض عليها في المتابعين، كيشوفوا عمهم اللي هو فيتيحه ديال فرنسا كيخرج وكيضرب في ولاد، كيضرب في امهم. ولا حتى دوك الوليدات راه كيأثروا، ما يبغوش اللي عاير لامهم. انت باغي الولاد باغي تسب امهم؟ واش نتوما باغي الولاد باغي امهم تسبوها وتعايروها وتدقدقوها؟ راه بالعكس، راه خاصك تشجع هذيك الام وتشكر ديك الام اللي خدمات لك على وليداتك وصبرات وما شرداتش لك ولادك وما سعاتش بولادك وما مشات وكلات ولادك الحرام. راه كاين البعض اللي كيخلي ولادو يمشي تفسد، ولكن كل وحده وظروفها. وباش كتجيب الولاد ما تاكل، كتبيع الحما باش تجيب الولاد ما تاكل، فهمتي؟ هنا باش تعرفوا المكانه ديال الام. الام سبحان الله العظيم، الام كنقول لكم ديما، الام الا ماتت الاب ما كتزوجش، والا ماتت الام الاب كيتزوج. راه فعلا اغلبيه الاحيان هادشي اللي كيوقع. شو دابا سميره شحال دابا هي مفارقه مع يونس؟ 3 سنين ولا شحال، ولا 4 سنين ولا شحال هي مفارقه هي وياه؟ عمرها ما قالت غنتزوج ولا قالت غنعيش حياتي ونسمح في، بالعكس عايشه حياتها مع وليداتها وحاضناهم، واي مناسبه كدي وليداتها. وعمرنا ما شفناهم ما لابسينش مزيان، عمرنا ما شفنا دوك الولاد كيبكيو، ولكن ما كاينش اللي كيبكيهم كيدباهم. الله يجعل ذنوب دوك الوليدات عليك اودا يونس، لا انت لا العائله ديالك اللي كيتحكموا فيك. الله يجعل دوك الذنوب عليك انت. كل مره خارج فيديو انا غنتزوج، انا ما بقيتش غنتزوج، وتزوج ولا ما تزوجتش على تعرفك ما تطفاش. انت واش عاد صغاريتي عاد جاتك المراهقه؟ كل نهار انا غنتزوج. وكد الناس، شي الناس اللي كتعاود لهم وكتقول لهم ولادي قباح، ولادي قباح، راه كيضحكوا عليك. راه والله الا كيضحكوا عليك. ولادي ما قالتش عليهم انا ولادي قباح. قول لي نيشان، خرج قول للمتابعين، قول لي ما ودي انا راني اب غير مسؤول، انا ما عنديش القدره انني نكون اب. صافي انا عييت، سميره كابابل قداش بالوليدات، هنا كنحترمها ومرضيه والديها بغيتو ولا كرهتو من الاخر. والمخاسير نايضه فيهم الفاره، نايضه فيهم الفاره هاد الايامات كيجريو هنا ويجريو هنا. مبارك العذاب اللي تعذبوا معاكم ساكن، مبارك على الوليدات اللي فيهم يكفيهم، خلي الوليدات يقراو الحمد لله كيجيبوا نقاطهم الاولين،
لابس مزيان مهلين مزيان، اش بغيتي في هاد الولاد الله يعطيك التابعه ان شاء الله تبعتهم عاد تبعتهم. التابعه يا خوتي التابعه، بقى في دوك الفلوس باغي يرجعهم، باغي يرجع فلوس النفقه. صح هاد السيد هذا، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. تحياتي لكم المهمات ديالي، اللايكات ديالكم، ضبلوا التعاليق والبارطاج. الى فيديو قادم ان شاء الله. الناموسه ترجع لبكري، شغندير بك شكايه. تحياتي لكم.